وبعدين يا احمد بقالك 6 شهور على الحال ده. يعني عايزاني اعمل ايه يعني؟ تعمل ايه؟ تقوم تتحرك وتفكر ازاي تحل مشاكلك. خلاص زهقت من التفكير ومش لاقي لها حلول. يعني ايه ده كده يبقى ضعف؟ انا ضعيف يا ستي؟ ارتحتي؟ صباح الخير يا ولاد. تعالى والنبي يا عمي شوف اللي رافض حياته ومحبط ده. وايه الجديد في كده؟ ما هو قالوا على الحال ده مده طويله مفيش فايده. ما تقوم يا احمد تاخد لك شاور وتحلوي كده وتبقى امور زي عمي. شفت النيلوك بتاعي عاجبها ازاي؟ مش انت اللي قاعد تحطم فيا؟ اه والله بصراحه يا عمي النيلوك ده جميل جدا ومصغرك ومخليك زي القمر. طب ايه رايك بقى ان انا حاسس ان انا عندي 20 سنه مش زي الافندي اللي قدامك ده؟ حاسس ان هو عجوز وهو عنده 20 سنه. يوه خلاص يا جماعه انا فاشل سيبوني في حالي بقى. جرى يا احمد في ايه؟ احنا قلبنا عليك وبننصحك. يا ست انا مش عايز حد ينصحني انا عارف مصلحتي كويس. خلاص يا سيدي هدي نفسك ما تزعلش نفسك اعمل اللي انت عايزه. لا يا عمي ما يعملش اللي هو عايزه احنا لازم نزعله على نفسه عشان يفهم الضعف اللي هو فيه ده. انا ضعيف يا سمر ومش كده وبس انا فاشل ومش قد المسؤوليه وعمري ما هبقى حاجه. ارتحتي كده؟ لا يا احمد ما ارتحتش. انا مش عايزاك ضعيف انا عايزه راجل قوي عشان اتسند عليه ونكمل مع بعض حياتنا. بس احنا مش هنقدر نكمل مع بعض يا سمر. تاني يا احمد؟ وبعدين معاك بقى يا احمد ما تستهدى بالله يا اخي. انا اسف يا سهى مش هقدر اكون الراجل اللي انت بتتمنيه. وانت كل مره بتخذلني يا احمد وكل مره بتستقوى عليا بدل ما تتقوى بيا على الظروف. بالعكس انا عشان بحبك مش عايز اظلمك معايا اكتر من كده. بتحبني؟ هو انت اللي بتسميه ده حب؟ مش هو اصلك انت كلمتيه في نقطه ضعفه. اعمل ايه يا عمي ما انا مش قادره اساعده مفيش حاجه في ايدي اعملها. بكره احس بغلطته ويجي اعتذر لك. ماشي يا احمد هادي 1,000,000 جنيه اتعابك يا معلم عاون. تسلم ايديكوا يا رجاله. انت اللي تسلم وتشكر يا معلم عوني. احنا بصراحة كنا فقدنا الامل في الارض دي انها ترجع تاني خالص والولاد ما كانتش هترجع. الشرطة والقانون ما عرفوش يرجعوا لنا الارض. ما هو اللي ما يعرفش يجيبوا الشرطة ولا القانون يجيبوا عوني القص وفي العادل على طول. خلاص يا سوى خلاص اهدي حبيبتي مش كده في ايه انا عمري ما شفتك كده. بحبه يا وسيلة احبه وصعبان علي اللي هو فيه وانا مش عارف اعمله حاجة. مش متخيلة حالته النفسية بقت عاملة ازاي. ده بقاله 4 شهور من ساعة ما المشروع بتاعه وقف بسبب التمويل وهو مكتئب ومتدمر وانا بقيت ببلع له اي حاجة بيعملها فيا وبمسح له اي حاجة من كتر ما انا حاسة انه مجروح من جواه بسبب احساسه بالفشل. فاهمة حبيبتي فاهم يقطع الحب وسنينه. لا وانتوا بالذات انتوا بتحبوا بعض من انتوا في اللف. أنا عايزة أطلب منك طلب. اطلبي حبيبتي. لو ينفع يعني تساعدي في المشروع بتاعه يا ريت يا وسيلة والنبي بطريق غير مباشر. أنت مش عارفة أنتوا إخواته ممكن تساعدوا بعض إزاي والنبي يا وسيلة عشان كده أنا جيت لك. طبعا يا حبيبتي ده أخويا برضو مهما كان بغض النظر يعني إن طول عمر دماغه ترباس ولا قفل لكن طبعه كده هنعمل له إيه يعني. عمره ما عرف مصلحته بس ما تقلقيش أنا هزبطهولك وأوقفهولك على